حاله بقى اللي هي خلاص احنا هنا قلنا هنا في انذار وانذار صحيح في التهور. نيجي الحاله اللي جايه يا كابتن، وهي حاله من الحالات المهمه جدا اللي يمكن ما حدش خد باله منها ابدا. كابتن شريف بقى وركز في الحاله دي، حاله مهمه جدا، دي حاله تعليميه لحكامنا ولجمهورنا وللمدربين، مفيش مشكله. وبنتكلم في اللعب هنا، وهي اللعب هنا مشي، ما حدش حس ان في اي حاجه خالص، والحكم ما حسبش اي حاجه. كابتن ايمن تمام، نشوف بقى هو ايه اللي هيحصل بعد كده. خد رجله، لا لا لا، يعني قبل ما ياخد رجله، يعني هو هنا ولا حسب حاجه خالص وخلى اللعب يتواصل. طيب هو هنا الفار استدعى الحكم، نروح لقطه الفار الاول. دي اللي انا كنت هكلمك فيها يا كابتن ناصر، هنتكلم ده اللي بيقوله يا كابتن الفار يا كابتن علاء يا كابتن هاني. لما بيجي يجيب الحكم بيكلمه، بيبقى الفار عنده حاجه الحكم ما شافهاش. واحنا قلنا ان الفار بيتدخل في الاخطاء الواضحه الظاهره الغائبه عن حكم المباراه. هيجيب له لقطه جميله جدا جدا جدا، هيجيب له افضل لقطه موجوده عند الفار، وهنشوف اللقطه. مش يعني مش هتكلم الا لما نشوف اللقطه. نشوف هنا اللعبه ديت كابتن، يعني ايه هنا هو راح شاف. يلا خلينا نمشي، عندنا اكتر من اعاده، يمكن دي الاعاده الاولى. هنا بس توب، في حاجه اسمها في كابتن علاء لما اللاعب يعمل تاكلينج بيسند بايدي تحت. اوكي، لما اسند ايدي، ايدي داعمه للجسم. لو الكره جت في ايديا وهي داعمه تحتيه كابتن هاني، وجت في ايديا وداعمه، يستمر اللعب. مظبوط. طيب لو الايد لما كانت داعمه وبعدين بقت مفروده وامتدت عملت حركه اضافيه، انت معايا كابتن علاء؟ هنا بنقول ايه؟ طالما الايد خرجت خارج نطاق الجسم وامتدت وعملت الحركه اضافيه، بنيجي نشوف اللي هو البوينت اوف كونتاكت، اللي هو ايه؟ لحظه التلامس او مكان تلامس الكره في الايد. هل كان الوضع طبيعي وهي كانت داعمه الايد، ولا كانت الايد مفروض؟ نشوف هنا في نقطه مهمه جدا. هرجع بقى باللعبه دي مهمه. لا هرجع ساعه ما الايد كانت داعمه، من فضلك هنا. نمشي شويه. هنمشي شويه بعد اذنك، تمام هنا. بس ستوب. هنا لو الكره جت في ايد اللاعب كابتن ايمن، كابتن شريف، لا ما تبقاش بينالت. ليه؟ لان انا ايدي داعمه بسند، وده القانون اللي احنا بنتكلم في القانون، ما فيش حاجه من عندنا. طيب هو قال ايه القانون؟ البوينت اوف كونتاكت اللي هو ايه؟ نيجي نشوف الكره ساعه ما لمست كانت الايد وضعها ايه؟ مفروضه كابتن علاء. كانت مفروده، كانت مفروده. هنمشي شويه، نمشي بقى شويه، الايد اتفردت. ايوه، وبالتالي هنا الكره هنا تصطدم. طب اداله ادفانتج هو اللي عمل ايه يعني؟ مهمه جدا، حاله مهمه جدا. انا عاوز اقول ايه؟ حاله مهمه سهله. حاله ركله جزاء سهله جدا يا كابتن ايمن، والفار جاب حضرتك. يعني هي بنالتي؟ بنالتي، مفيش فيها كلام. وفي الثانيه كابتن عادل احنا قلنا لو الايد لو الكره جت وانا ايدي داعمه سانده، انا ساند على ايدي كده وجت، يستمر اللعب. حتى لو هو مش شايفها؟ لا مش علاقه، انا عندي مخالفه. الكره اللي راحت لاجايه؟ الكره راحت لاجايه، دي اللي اتعور فيها. في يمكن في لطشه ثانيه. ايوه ما انا عايز اسالك، هنا في دبل فولت يعني؟ في بالظبط بالظبط. هنا كمان اللعبه الثانيه ان في عرامن اجيما ما وقعش، بس أيوة. انا كحكم ماليش علاقه كابتن علاء ان اللاعب وقع ما وقعش، هو في مخالفه ولا ما فيش؟ في هنا في لطشه في الرجل، في وممكن تكون اثرت على طريقه لعبه للكوره. انا عندي مخالفه، انا بحلل حاله تحكيميه كابتن ايمن. أيوة. يعني انا مش هفترض افتراض، ولكن انا عندي ان في ركل في رجل اجيما من تحت. أيوة. يعني اقول ان هنا يعني مش هقول ركلتين جزاء، انا هقول ركله جزاء واضحه جدا بتعليمات او باشاره من الفار. لكن الحكم طبعا لم يحتسب، بنقول هو مر وعنده يعني اداره جيده، ولكن خلي بالك لما بتروح للفار لابد يبقى عندك المعايير في احتساب المخالفات. يا كابتن ايمن، ركله جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي في دقيقه 94.